وانا تحت الناس انا شهدت مره بوقي وبعد كده مره صباعي وتالت مره انا تخيلت ان انا بتحس بايدين ربنا. كان بيحس اللي نعيد لما اصحابه قريب وبعيد لما مشجع الفاظ واسمع اي كتاب او اي نشيد. فقدت الوعي خلاص، تخيلت ان انا بايدين ربنا مفيش اي حاجه تانية هتحصل. وانا بعد كده بدانا لقيت واحد بيضربني على وشي، فانا سامع بس مش قادر افتح عيني، انا جسمي كله انا مش قادر احرك، انا مجرد ان انا وداني بس هي شغاله، كل اعضاء جسمي انا حتى المية مش عارف اترجم ايه اللي حصل، انا شفت ايه اللي بيحصل، الناس ماتت او الناس عاشت، انا متخيلتش اي حاجه غير ان في بني ادمين ماتت وان انا دلوقتي ممكن اكون في البيت في المستشفى، ممكن اكون بين ايدين ربنا، ممكن انا ساعتها تخيلت ان انا بفوق عشان ربنا يحاسبني، مش بفوق عشان في حاجه حصلت، انا كنت حاسس ان انا بفوق عشان ربنا يحاسبني. فانا اول ما انا فقت ولقيت ناس بتضربني على وشي، ده في واحد عايش هنا، فانا اول ما فقت لقيته بيبص لي وبيقول لي انت سامعني؟ بقول له ايوه، كان معايا واحد صاحبي. فبيقول لي يعني انت صاحي؟ قلت له ايوه. فبيقول لي اقف، قلت له مش قادر اقف، قال لي هتموت. قلت له انا والله العظيم قادر اقف، انا لقيت نفسي مره واحده بعيط وبقول له انا مش قادر، والله العظيم انا ما قادر اقف، انا مش قادر اقف. قال لي طب احنا هنسندك بس حاول تمشي. فطبيعي واحد جه من الشمال واحد جه من اليمين بيحاول يشدوني. انا اول ما بدات افتح عيني لقيته عباره عن جثث وكاوتشات واعلام وناس مرمية في الأرض، وكان الممر كله بقى كحل. احنا جالنا خبر ان في بيضربوا عليهم غاز هناك، ففي قلق، ففرحت التلفزيون عادي، فنبص لقينا يعني الدنيا قلق وغاز وكده، فبقلب لقيت أول واحد لابس فانيلة الزمالك ومرمي في الأرض، وتاني واحد لقيت يوسف مرمي في الأرض، فعرفت عشان هو كان لابس لبس معين وعرفته باللبس اللي هو رايح بيه. فطبعا كلنا جرينا رحنا على التجمع الخامس عند الدفاع الجوي ندور، وفي المستشفيات اللي هناك ما لقناش، قالوا لنا ده في المشرحة. طبعا رحنا المشرحة دخلنا شفنا جوه، طبعا ما اخواتي ما كانوش عارفين ملامحه من الغاز اللي كان وشه منفوخ من الغاز ووشه متبهدل، ما كانوش عارفين، ما جابوه على الكمبيوتر. غير لما داخلين الممر دوت، الممر كان طويل شويه، اللي حصل ان الممر الناحيه الثانيه احنا خلينا الممر دي بوابتين، بوابه ناحيه الحكومه وبوابه الناحيه الثانيه ناحيه اللي احنا بنخش منها. فدخلنا الممر بكل حاجه، احنا المفروض ان انا وصاحبي في النص، واقفين في النص، فبيدخلوهم واحده واحده. اللي انا اكتشفته بعد كده ان كان في قفص محطوط وقفص صغير ان احنا بنعدي منه، بوابه حديديه صغيره كده، مش متذكر ان عدد كبير زي دوت فوق ال 40,000 ان هو يخش مكان زي دوت واحد واحد. المهم ان هم كانوا ماشيين بنظام، انا شايف ان هم المشجعين كلهم دول كان يعني محدش شتم فيهم، يعني محدش شتم الشرطه خالص، بالعكس كانوا عاملين يسقفوا للشرطه، كانوا عاملين يعني اللي هو ايه بيعملوا لهم كل حاجه عشان خاطر بس يثبتوا لهم ان احنا جايين نشجع او هم جايين يشجعوا.
انا عادي جدا، فضلت داخلين واحده واحده، بنمشي واحده واحده، وكل حاجه طبيعيه، مفيش اي حاجه حصلت. يعني اللي حصل فجاه كده، لقيت مره واحده قفلوا البوابه، انا عامه كنت واقف فوق السور اللي هو ببص قدام ايه اللي معطل الدنيا، فلقيت مره واحده وقفوا وبيرجعوا الناس، ف بيقول للناس ارجعوا ورا ارجعوا ورا، فواحد من الجمهور نفسه ولع شبروخ اللي هو يرجع بيه الناس، مش اللي هو عايز يرجع الناس ورا، الناس عدد كتير قوي، والممرض بتاعه عرضه كبير قوي يعني، وهو عشان يرجع الناس لازم ايه يعني يولع الشاروخ اللي هو كوسيله ان هو يرجع بيها الناس. فبعد ما رجع الناس تقريبا الشرطه تذكرت ان هم رايحين الشاروخ دوت عشان ايه، ان هم يعني هيبداوا مشاكل والكلام ده. لا بالعكس، انا شايف ان الجمهور كان متعاطف جدا مع الشرطه، بالعكس كان عمال يسقفوا لهم ويحيوهم، وبيتهيألي كمان ما غنوش اي اغنيه موسيقى ليهم، كل اللي غنوه غنوا مثلا للزمالك وكده، بس ما غنوش للشرطه يعني، يعني ما شتموش الشرطه ولا اي حاجه زي ما قالوا يعني. بس اللي حصل بقى ان لقينا قنبلتين كده اتضربوا في النص في المكان اللي انا كنت واقف فيه بالظبط. طبيعي يعني، طبيعي لما يكون عدد كبير زي دوت في مكان ممر زي دوت طويل، قنبله تضرب في النص، انت كده بتموت، انت كده بتقتل الناس، مش اللي هو انت بتبعدهم عن المكان نفسه، لا ده انت بالعكس، انت لو هتبعدهم عن المكان هتضربها في اخر مكان، او مش هتضربها عامه، او هتهوش على طول اي حاجه، على طول ما ممنوع الدخول على طول البوابه، لا تضرب في النص، معنى كده ان انت قاصد ان انت تموت الناس دي. حصل ان اول ما القنبلتين ضربت، طبيعي الناس بترجع لورا عشان الخنقه نفسها، الغاز نفسه ديت حاجة يعني، إن هو حد يشمه حاجة صعبة، الغاز ده ممكن يوصل للإغماء عامة يعني. فالناس بدأت ترجع بظهرها وبتجري، الناس بدأت تقع في بعضها، طبيعي الناس عدد كبير زي دوت بيرجع بظهره، فواحد وقع التاني وقع، زي ما لحد ما لقينا الناس بقت عاملة زي الجبل، جبل من الناس كده بقى فوق بعض. انا كنت من نصيبي كده كان الصف التالت تحت، كنت عايز اقول لك ان الاحساس نفسه، انت بتلاقي يعني رجلين الناس بتدوس على وشك، على في كل حته في جسمك، يعني منظر انت مش قادره تنفسي من غاز، غير ان هم عم يضربوا في قنابل والناس واقعه في نفس المكان. قنابل ايه؟ انت مضطره ان انت تشمي ريحه القنابل الغاز دوت، ومضطره كمان ان انت بتاخدي ضربات من كل ناحيه، والناس بتطلع فوق يعني، الناس كل الناس تطلع فوق الجبل دوت واحدة 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 لحد ما يعدوا الناحية التانية. راجع من العمل بتاعي بدري شويه وقاعد بتفرج على الماتش، سالت اخواته الاول احمد فين، قال بابا ده اتفرج مع اصحابه رايحين عند صاحب يوم في 100 عقبه هتفرج على الماتش هناك، وهو متفق معانا من الصبح. طيب ماشي. قبل الماتش كده كان في اللي هو المحاور بيتكلم عن احداث الماتش والترتيب مش عارف ايه، فقال في احداث قلق بره مش عارف ايه، فخوف الاب، فقلت لهم طب حد يتصل باحمد دلوقتي نشوف ايه. اتصل بالتليفون، الرساله المتوقعه ربما يكون مغلقا او خارج نطاق الخدمه. الشوط الاولاني عدى وقلق شديد جدا، بدات نسمع بقى من القنوات ان في قلق بره وفي مشاغبات، ففتحنا اللاب بتاعه بحيث ندور على اي نمر من زمايله على الجروب بتاعه. يا دوب بنفتح صفحه اللاب ولقينا الصوره في المشرحه منتم قول من شهداء الماتش، ربنا ما يكتبها لأي حد.
انا خرجت عن شغلي خالص، ما كنتش عارف بتكلم في ايه، كل اللي كنت بصرخ في البيت وند على مامته، احمد مات احمد مات. نزلت جري مش عارف انا كنت بسوق ازاي، بقينا نتصل نروح فين، قال لك روحوا مستشفى في المقطم. اقسم لك بالله العظيم ثلاثة، انا طلعت بعربيتي رحنا لغايه المقطم. مش عارف الاول انا رحت ناحيه مجرى العيون ناحيه المشروع بتاع زينهم، اقسم بالله العظيم ثلاثة عربيتي قعدت. دليل انه كان جوه يعني حاجه ربانيه. كملت برضك ورحت المقطم، ما لقيناش، كان معظم اهالي وصحابه راحوا هناك. الحق عمو تعالى ده هو هنا. انا كنت امنيت حياتي ان ربنا ياخد روحي، بس ما لاقوش هو بالشكل ده. بين ندعي من ربنا ان يا رب يكون الخبر كذب، ما يكونش هو الصوره اللي شفناها على اللاب ولا النت ولا اي حاجه من دي خالص. وحشتني اكتر من نفسي. صبرا قم يا ابويا شهيد.